تتميز منطقة الجوف بموقع استراتيجي مهم، إذ تحتل مكانة أساسية كمنطقة حدودية للمملكة، خاصة وأنه يوجد بها أكبر وأهم المنافذ البرية في الشرق الأوسط، وهو منفذ الحديثة، كما تعتبر البوابة الشمالية للمملكة لسهولة النفاذ منها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والشام وتركيا، كذلك قرب منفذ الجديدة بعرعر للوصول إلى دولة العراق. كما تتميز الجوف بتوافر البنية التحتية الجاذبة للاستثمار، إضافة لمقوماتها السياحية وآثارها التاريخية. ومن الجدير بالذكر تميز المنطقة بثرواتها الطبيعية، إضافة إلى اعتدال مناخها وخصوبة تربتها ووفرة مياهها، مما جعلها المنطقة الأولى زراعياً بالمملكة، الأمر الذي يوفر مدخلات إنتاج الصناعات الغذائية والتعدينية والتمويلية. ومن هذا المنطلق جاءت توصية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، رئيس مجلس التنمية السياحية والقاضي، بأن تتولى الغرفة التجارية بمنطقة الجوف تأسيس شركة مساهمة للاستثمار بالمنطقة. وبناء عليه شكلت إدارة الغرفة فريق عمل من أعضاء المجلس لدراسة تأسيسها وإنشائها ووضع الإطار العام لها. وبعد الانتهاء من كامل الدراسات، والتي استمر العمل بها قرابة العامين، والتي أثبتت جدوى إنشاء وتأسيس شركة مساهمة استثمارية للاستفادة من الفرص والميز النسبية في المنطقة، وقدمت هذه الدراسة عدة توصيات لمجلس إدارة الغرفة، وكان من أهم تلك التوصيات تأسيس وإنشاء شركة مساهمة ذات نشاط تنموي واستثماري وصناعي، ركيزته الأولى استغلال الفرص والموارد المتاحة ذات الميز النسبية للمنطقة تحت اسم شركة نماء الجوف للتطوير والاستثمار التجاري. يسرني أن أقدم لمحة مختصرة عن نشأة شركة نماء الجوف ورؤيتها ورسالتها لإخواني المستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين بالمنطقة وخارجها. بالنسبة لنشأة الشركة، نشأت شركة نماء الجوف للتطوير والاستثمار التجاري استناداً إلى توصية واردة للغرفة التجارية من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ورئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بموجب القرار رقم 1/15/11433، والقاضي التوجيه الكريم بتأسيس الشركة، تكليف الغرفة التجارية بتأسيس الشركة. وبناء على ذلك كلفت الغرفة التجارية بالجوف مشكورة أحد المكاتب الاستشارية المرموقة لإعداد الدراسات القانونية والاقتصادية، والتي أثبتت دراساتها الجدوى الاقتصادية لمشروعات الشركة. أما عن رؤية الشركة فهي تتمثل في تكوين ذراع استثماري فاعل ومتنوع ذو عائد مجزي للمساهمين، يستهدف المشاريع المجدية اقتصادياً وذات الميز النسبية بمنطقة الجوف. أما عن رسالتها فهي الاستثمار بتأسيس وتطوير المشاريع السياحية والترفيهية والصناعية، وخاصة الغذائية منها، والعقارية والتسويقية والتعليمية والصحية والخدمات التجارية المجدية اقتصادياً وتنموياً بمنطقة الجوف من خلال التكوين أو بالاستحواذ والمساهمة والمشاركة. أما عن أهم أهدافها فهي الاستثمار بجميع المجالات الاقتصادية المجدية مادياً بمنطقة الجوف، البحث عن فرص مجدية اقتصادياً في منطقة الجوف واستغلالها بأفضل الطرق، تسويق الفرص الاستثمارية المجدية اقتصادياً والغير مستغلة بمنطقة الجوف والمشاركة في استغلالها، المشاركة والارتقاء بتطوير المشاريع الاستثمارية القائمة بمنطقة الجوف، نشر ثقافة الشراكة والتشجيع على الاستثمار بمنطقة الجوف. وقد مرت مراحل التأسيس بعدد من المراحل. المرحلة الأولى ضمت مجموعة من رجال الأعمال المؤسسين والذين أسسوا الشركة برأس مال قدره 20 مليون ريال بموجب قرار الوزاري رقم 245 في 21/10/37.
والمرحلة الثانية التي نحن بصددها وهي رفع رأس مال الشركة إلى 100 مليون ريال ليتناسب مع الفرص الاستثمارية المعدة بالدراسات الاقتصادية، والتي يسرني دعوتكم المشاركة فيها كمستثمرين أو مساهمين بالشركة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية احنا سعداء جدا في توقيع اتفاقية مع شركة نتمنى ان شاء الله تكون رائدة على مستوى تطوير منطقة الجوف. الشراكة طبعا فيها مجالات كثيرة، في مجال تطوير المنطقة، في مجالات سواء كان تشمل قطاع الزراعة او قطاع السياحة او قطاعات اخرى ان شاء الله نتطلع من خلال هذه الاتفاقية الموقعة بين شركة نماء الجوف ومعهد البحوث في جامعة الجوف، أن تكون خطوة أولى على طريق أفق أوسع إن شاء الله في سبيل تطوير المنطقة بشكل عام، والشراكة المتبادلة الثنائية ما بين الجامعة والشركة. طبعا احنا تبحثنا ما قبل الاتفاقية حول أنه يكون معهد البحوث والاستشارات في جامعة الجوف هو أشبه ببيت خبرة، يقدم العديد من الدراسات التي إن شاء الله سوف تحتاجها الشركة على طريق هذا التطوير. هناك استشارات ستقدم في مجال الزراعة، صناعة الزيتون، تسويق الزيتون، أيضا هناك استشارات فنية فيما يخص تطوير القطاع السياحي سواء كان في بحيرة دومة الجندل أو قطاعات أخرى مستقبلية تأمل الشركة أن تخوضها في مشيئة الله. طبعا العقد هو محكوم بمواد وبنود واضحة ومحددة تشمل بعض الجوانب الفنية والإدارية والمالية، لكن هناك بعض المواد المرنة في العقد التي تسمح لنا إن شاء الله لاحقا من إجراء عقود تفصيلية ذات أبعاد أخرى. يعني احنا صغنا العقد بطريقة مرنة بحيث تهيئ لكلا الطرفين القيام بعقود تفصيلية أخرى حتى لو كان في مجالات لم يتم التطرق لها في العقد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. إن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين شركة نماء الجوف ومركز الدراسات والبحوث بجامعة الجوف سوف تمكن الشركة بمشيئة الله من السير بتحديد مشاريعها الاستثمارية بالمنطقة وفق معايير ودراسات من جهة تملك كل المقومات والمؤهلات والخبرات والكوادر الفنية والإدارية ممثلة بمركز الدراسات والبحوث بالجامعة، وهذا ما سينعكس بحول الله على جودة تنفيذ واختيار المشروع الاستثماري المزمع إقامته سواء بقطاع السياحة أو التصنيع أو قطاع الخدمات، كما تساعد متخذ القرار بالشركة بتحديد الأولويات بالمشاريع وفق نتائج ومعطيات هذه الدراسات من النواحي الفنية والاقتصادية. كما يتميز عقد الشركة بين الجامعة وشركة نماء الجوف بالمرونة والتطوير المستقبلي ليصل لشراكة مستدامة بين الطرفين إن شاء الله لكل ما يخدم التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص تنفيذا لرؤية 2030. ولا يفوتني أن أقدم شكري وتقديري لمعالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل البشري وفريق العمل بالجامعة، وكذلك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة على تعاونهم البناء لكل ما يخدم إبراز وتطوير المنطقة. البنية التحتية دي لو اتكلمنا عليها بشيء من التفصيل هنلاقي أنه عندنا على سبيل المثال خط الشمال، خط السكة الحديدية بيضم 5 محطات في منطقة الجوف لوحدها، الخمس محطات دول 2 ركاب وثلاثة شحن، ده ما يدل على قوة المنطقة. طبعا إلى جانب كده في محورين دوليين معتمدين من منظمة الأسكوا اللي هي الأمم المتحدة لدول غرب آسيا،
محور اللي هو M35 و M25، احدهم بيربط ما بين الخليج والاردن مرورا بالجوف، والاخر بيربط ما بين الاردن وشبه الجزيره وصولا للرياض اللي هو M35. طبعا المحاور دي والطرق البريه القويه والسكه الحديديه بتؤهل المنطقه انها يبقى في انطلاقه اقتصاديه قويه. طبعا الى جانب كده في عندنا مطارين، مطار الجوف ومطار الجريات، المنطقه بتحتوي على مطارين، ده كده بيمثل بنيه تحتيه قويه تساعد في تحقيق الانطلاقه. لكن عندنا مجموعه من المزايا النسبيه زي مثلا قطاع زراعي قوي. طبعا احب اعرض مجموعه من الاحصاءات اللي بتؤكد كلامي، انه عندنا على سبيل المثال الجوف بتضم 10.2 من اجمالي المساحه المحصوليه على مستوى المملكه. الجوف بتنتج حوالي 23% من انتاج المملكه من الحبوب. الجوف بتنتج 9.2 من اجمالي انتاج المملكه من الفواكه. اضافه لكده طبعا عندنا 18.7%، يعني تقريبا خمس انتاج المملكه من الضأن موجود عندنا في الجوف. ده طبعا اضافه لكده طبعا القطاع الزيتون وما تتميز به المنطقه، ويعني حدث ولا حرج، يعني 15 مليون شجره زيتون موجودين في منطقه الجوف، بيمثل تقريبا في حدود تلتين انتاج المملكه من الزيتون. الزيتون ده طبعا يمكن انشاء مجموعه من الصناعات عليه كبيره جدا، زي الصناعات المرتبطه بزيت الزيتون والمخللات ومستحضرات التجميل والاعلاف الى اخره. يعني على سبيل المثال الاتحاد الاوروبي ببعض بعض اللي هو الاعلاف اللي بتخرج من الزيتون بتستخدمها في التدفئه، لانه تدفئه الزيتون يعني ما بيطلعش منها دخان او كده. يعني منذ الاجتماع الاول لمجلس اداره شركه نماء الجوف تم تحديد اهداف تاسيسها، معتمدين على التوصيه الصادره من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس التنمية السياحية. وتمثلت الأهداف بما يلي: العمل على تنشيط وتنمية القطاعات الاقتصادية والصناعية ذات الميزة النسبية بالمنطقة، المساهمة في تحسين الناتج المحلي للمنطقة عن طريق القيمة المضافة ورفع نسبة السعودة وخلق فرص وظيفية في إطار السعي لتقليل البطالة بالمنطقة، الاستثمار سواء بالتأسيس أو الاستحواذ أو المشاركة في مشاريع صناعية وإنتاجية وخدمية وصحية وتعليمية، سواء بمفردها أو بمشاركة شركاء من القطاع العام أو القطاع الخاص داخل وخارج المملكة، تحقيق أفضل عائد استثماري للمساهمين بالشركة.
موسيقى.